لما رئيس اللجنة بقى قال تفتشوها تاني، المفتشة دي جت وقالت لي تعالى انا اللي هفتشك بنفسي. قلت لها على فكرة انا اتفتشت وانا مش معايا حاجة، ويلا تعالي اثبتي. المهم رحت معاها الحمامات تاني، قالت لي العيل الدرس ده وقلعي الجيبة. حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما اعرفش ان كل ده مش قانوني، يعني انا مفروض انا غلطانه فعلا ان انا سمعت كلامها وطوعتها، بس انا كل اللي كان في دماغي ان انا مش معايا حاجه واعملي اللي تعمليه. يعني هو ده كان طريقه تفكيري في الوقت ده، وطبعا انا من الصدمه ولا عارفه اعمل رده فعل ولا عارفه اتصرف، ولا حتى فكرت ان انا ارن على بابا يجي يشوف المهزله اللي بتحصل دي. ما عرفتش اتصرف في اي حاجه، واقفه زي الهبله كده مش عارفه اعمل اي حاجه. فالمهم فتشتني، خلتني اقلع الدريس تاني والجيبه، وتقول لي ادخلي الحمام واقلعي البنطلون، وقسما بالله ما سابتني غير لما قلعت البنطلون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والله العظيم ما مسامحاها ولا مسامحه الممرضه ورئيس اللجنه اللي قال لها تفتشني. راحت جابت الجهاز اللي هما بيمشوه على الجسم ده اللي هو بيعمل انذار، فما عملش صوت. المدرسه اللي هي كانت واقفه المسيحيه دي تقول لها ده اصلا جهاز خربان. طب ولما هما لما الجهاز خربان بتستخدموه ازاي؟ يعني بتستخدموه في ايه؟ ايه لازمته طيب لما هو خربان؟ وقاعده برضو كل ده معهاش دليل، وعماله شك فيا وشككت فيا المدرسه كلها. واقول لها على فكره انت هترجعيني قدام كل الناس دي، كانت الممرضه اللي معايا وانا بقول لها كده، هترجعيني لكل الناس دي وهتعرفيهم ان انا مش معايا حاجه عشان انت هنتيني. تقولي انا مش مجبره ان انا اقول لهم حاجه، انا بعمل شغلي. شغل ايه؟ شغل ايه ده؟ دي قله ادب ومهزله. والله العظيم مش مسامحاهم، والله العظيم مش مسامحاهم، وهاخد حقي، يعني هاخد حقي منهم. وطبعا انا كل ده قدامهم، انا في حاله جمود، يعني مش عارفه اعمل اي رده فعل، ولا عارفه اصوت، ولا عارفه اعيط، ولا واقفه قدامهم كده زي الصنم. بتفتش بعد ما طبعا قالت لي اقلع الدريس والجيبه، وخلتني ادخل الحمام، وقلعتني خلتني اقلع البنطلون ورا الباب كده، ونفض لها الهدوم، خلتني نفض لها الهدوم عشان تتاكد. فايه لبست تاني وهي بتفتش قبل ما البس، يعني طبعا خلتني اغير قدامها وبتفتش. ده مش تفتيش، ده اسمه تحرش. حضرتك اللي انت عملتيه ده اسمه تحرش، والله العظيم تحرش بمعنى الكلمة. مش عايزة اوصف غير انها بتفعص، والله العظيم. اقول لها انا امي مش بتعمل اللي انت بتعمليه ده، والله ببعد ايديها وبقول لها انا امي ما بتمسكنيش كده، وهي تقول لي بعمل شغلي. المهم دي بقى كانت تاني مرة تفتش وتخليني اقلع هدومي بالمنظر ده. وبعدين لبست ورحنا لرئيس اللجنة تاني، قالت مفيش حاجة، قال لها خلاص دخليها اللجنة. واحنا في الطريق لرئيس اللجنة تقول لي على فكرة انت تعبتيني، انت متعبة قوي. قلت لها معلش حقك عليا، اصل انا لو معايا حاجه ما انا هعمل زي اللي بيعمله وهديكي، انما ده مش منظر واحده تغش. ولو كنت عايزه اغش ما كنتش قسمت السنه وضيعت سنه من عمري. ده لو انا عايزه اغش كنت اغش كل المواد، يعني مش على ماده تافهه زي دي ومذاكراها وفي الاخر هاجي اغش على حاجه تافهه وتحديد مستقبل اصلا.